أهلا أحبائنا مشاهدينا. في سؤال كتير مهم، وهذا السؤال بعنوان إلى من نذهب؟ هل أحسست بقوة هذه العبارة؟ هل أحسست بأهمية هذه العبارة؟ ولاسيما في ظروف صعبة، في أحوال غير مطمئنة، لربما بتشعر بالظلم، ولربما تشعر بالخذلان، وعندك توقعات كثيرة، وهذه التوقعات كلها أصيبت بالخذلان، أو أن الشخص أو الناس اللي أنت كنت حاطط أمل فيهم أو حاطط ثقة فيهم خلاص راحت الثقة. فالسؤال إلى من نذهب؟ خلينا أقرأ هذه العبارة من إنجيل يوحنا الإصحاح السادس، وهذه العبارة قالها الرسول بطرس في يوحنا 6 من آية 66. من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه، فقال يسوع للاثني عشر: ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ فأجابه سمعان بطرس: يا رب، إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك، ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. أجابهم يسوع: أليس أنا اخترتكم الاثني عشر وواحد منكم شيطان؟ قال عن يهوذا سمعان الإسخريوطي، لأن هذا كان مزمعا أن يسلمه وهو واحد من الاثني عشر. كلمات صعبة جدا، وإن أعجب من أشخاص أو أناس ينظرون إلى وجه يسوع المسيح ويسمعون كلمات الرب يسوع المسيح ويختبروا حضوره المبارك ويروا آياته ومعجزاته الخارقات، ومع كل هذا مكتوب إنه تركوا الرب يسوع المسيح. الرب يسوع كان بيتكلم في هذا الإصحاح أنه هو خبز الحياة في آية 35: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. وبعد معجزة خارقة أشبع 5000 رجل ما عدا النساء والأولاد من 5 أرغفة وسمكتين، وبعدين لما راح لكفر نحوم وكان في المجمع علم عن خبز الحياة، وابتدى يحاور اليهود، قالوا إن موسى أعطانا المن، قال آباؤكم أكلوا المن وماتوا، أنا هو الخبز النازل من السماء الواهب حياة للعالم. وبعدين اتكلم عن نفسه إنه من يأكل جسدي ويشرب دمي، طبعا بيتكلم بطريقة مجازية عن هذا الموضوع، وقالوا، لاحظ الكلام في آية 60: فقال كثيرون من تلاميذه اللي كانوا بيتبعوا يسوع المسيح: إن هذا الكلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟ فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون. وفي آية 66 كتير من اللي كانوا ماشيين مع يسوع المسيح تركوه ورجعوا إلى الوراء. الرب يسوع أعطى الاختيار للتلاميذ، المقصود الاثني عشر: ألعلكم أنتوا كمان عاوزين تتركوا؟ أجاب بطرس وقال: يا رب، إلى من نذهب؟ وكلام الحياة الأبدية عندك، ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت هو المسيح ابن الله الحي. يا رب، إلى من نذهب؟ كلمة يا رب إذن اعتراف ضمني من فم الرسول بطرس بربوبية يسوع المسيح. وهنا يتحدث عن الاتباع الكامل، لأنه كان في كتير تلاميذ بس تركوا يسوع المسيح، لكن بطرس والتلاميذ اللي معاه كان تابعين الرب يسوع المسيح الاتباع الكامل. ليه؟
لأن المسيح هو مصدر الحياة. يعني قال من يقبل إلي لا يجوع ومن يؤمن بي لا يعطش أبدا. ويسوع المسيح هو المصدر لهذه الحياة. وفي نفس الإصحاح قال يسوع المسيح: الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. وبتشوف من خلال حديث يسوع المسيح علم في نفسه، ثم نرى العلم الكامل. عرف يهوذا الإسخريوطي واحد من الاثني عشر أنه سيسلمه، يعني رح يخون يسوع المسيح. تصور إحساس يسوع في هاي اللحظات، مش عم بيكسب شعبية ولا عم بيطالب المديح من الناس، بل بالعكس أراد وأعطى الاختيار للتلاميذ أن يتركوه. فإذا مش عم بيطالب بشعبية، مش عم بيطالب ويقول اللي بيتركني كذا وكذا رح أفعل فيه، رح يضرب بالسيف ورح تقطع عنقه، لا، أعطى الاختيار للتلاميذ أن يتركوه. ولكن لأن التلاميذ اختبروا ربوبية المسيح واتبعوا الاتباع الكامل، وأدركوا إنه يسوع هو مصدر الشبع، ويسوع هو مصدر الارتواء، ويسوع هو مصدر الحياة، بل هو حياة الحياة، أدركوا وقالوا. يعني في مرة قال بطرس: تركنا كل شيء وتبعناك. وهي يقول الآن، يقول: إلى من نذهب؟ لمين نروح؟ إلى أي نبي؟ إلى أي شخص؟ إلى أي دين؟ ونحن أدركنا وعرفنا وآمنا وشفنا واختبرنا عظمتك وكمالك وقداستك وأخلاقياتك ومعجزاتك وتعاليمك الفريدة. وبعد قليل عن قريب سيختبروا موت المسيح وقيامة المسيح اختبار كامل. فإذا بيتكلم هون إنه يسوع العالم بكل شيء اختار التلاميذ، واختياره مش خطأ. ورغم هذا الاختيار قال: اخترت 12 بس واحد منكم رح يكون شيطان. بيتكلم عن يهوذا الإسخريوطي. كلام الحياة الأبدية عندك. وعندما صلى يسوع المسيح للتلاميذ كان يتكلم مع الآب، قال: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. من أجل هذا قال الرسول بطرس: نحن قد عرفنا وآمنا، آمنا وعرفنا أنك أنت هو المسيح ابن الله الحي. ومرة تانية في قيصرية فيلبس عندما سأل يسوع: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ قال بطرس: أنت هو المسيح ابن الله الحي. آمنا وعرفنا كلام الحياة الأبدية عندك. اختبار داخلي، اختبار عميق، إن المسيح رب وإن المسيح مخلص. ما هي كلمة المسيح كناية إن المسيح هو الملك وهو المخلص، والمسيح هو ابن الله، أي أنه جاء من السماء، كلمة الله، بهاء مجد الله، جوهر الله، صورة الله الغير منظور، كلمة الله. من خلال هذا الإيمان، نحصل على الخلاص الكامل. أحبائي، لربما أنت تواجه نفس التحدي ونفس السؤال، ولربما أنت عم بتواجه قرارات صعبة واختيارات مصيرية في حياتك. لربما أنت عم تسمع وتشاهد الآن وعم تتساءل: فعلا لمين نروح؟ إلى من نذهب؟ في ديانات وفي أنبياء، هل قارنت؟ هل بحث؟ هل صليت من قلبك؟ هل تذهب إلى الميت أم إلى الحي؟ هل تذهب إنه الشخص اللي بيخلص ولا الشخص اللي ما عندوش حتى يعني الأمان واليقين إنه رايح حتى على السماء؟ أم تؤمن بشخص إنه وعد بالحياة الأبدية في صيغة الحاضر؟ هل أنت محتار؟ هل أنت متردد؟ هل أنت عم تبحث عن جواب؟
مين اللي عنده الجواب لكل هذه التساؤلات؟ مين اللي شايف قلبي؟ مين اللي عارف أحوالي؟ مين اللي فاهمني؟ مكتوب عرف في نفسه، وهو العالم بكل شيء، علام الغيوب، يعرفك، يعرف دخولك، يعرف خروجك، بيعرف حياتك، بيعرف مصيرك، بيعرف لوين رايح، بيعرف أمورك، بيعرف كل الظروف اللي بتمر فيها. يمكن ظروف صعبة، يمكن عندك احتياج، يمكن محتاج لصديق، محتاج للحياة، محتاج للخلاص، محتاج للبركة، محتاج للشفاء، محتاج تدرك انه في شخص على الاقل سامعك، شايفك، فاهمك. هو يسوع المسيح اللي قال عنه بطرس: نحن آمنا وعرفنا انك انت المخلص، انت الوحيد اللي فاهمني. مين اللي ممكن احبائي اللي يطلعني من هالورطة؟ مين اللي ممكن يطلعني من المأساة؟ مين اللي ممكن يطلعني من الفضيحة؟ مين اللي شايف حياتي؟ مين اللي يطلعني بقرار صائب صحيح؟ أنا موجود على مفترق طرق أمام قرار مصيري. قال موسى في القديم: قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختر الحياة. هل تريد الحياة؟ اختار يسوع. هل تريد الحياة الأبدية؟ اختار يسوع. هل تريد إعلانات في حياتك؟ اختار يسوع. هل تريد البركة؟ اختار يسوع. هل تريد في حياتك تتمتع بسلام، تتمتع بفرح، تتمتع بحضور الله رغم الظروف الصعبة؟ وهل تريد انه رب فعلا يستجيب صلواتك ويسدد احتياجاتك ويبارك بيتك واولادك واسرتك ايضا؟ الحل والجواب هو في يسوع. بطرس سأل: الى من نذهب؟ وانا اقول لك الجواب من كلمة الله: تعال الى يسوع المسيح اللي وعد وقال: من يقبل الي لا اخرجه خارجا. الشخص اللي بيعطيك الحياة واليقين. شو رأيك تصلي تطلب من الرب، تقول: يا رب أنا اليوم محتار. بيحكولنا عن أنبياء وبيحكولنا عن ديانات، وين الطريق؟ وريني، اكشف لي، اعلن لي. وأنا بأكد لك إذا بتطلب من قلبك وبإخلاص، الرب بيتجاوب مع هذه الطلبة. الله يعلن، والله يكشف الأسرار، والرب يبارك عندما تأخذ القرار. صلاة إنك تكون مثل مريم. مكتوب عن مريم: أما مريم أخت مرثا فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لا ينزع منها. اختر الحياة. شارك هذا الفيديو والرب يباركك.